كنقولوا بهاد المناسبه حبيبه الزيتويو لدوزام 30 عام. الاغلبيه فيكم هنايا باقي صغر من دوزام بحالي، ولكن بغيت نقول لكم بلي عندي واحد العلاقه زوينه مع دوزام، حيت اول حب في حياتي وكنظن حتى في حياتكم كان في دوزام، بشرى ديال عالم فارس. تعقلوا عليها؟ ها هناك ما حافظينش تطابق، فوالا كاينه وحده شي الاخر كله كبير. كان تيعجبني بزاف عالم فريد، وكان تيعجبني احسن برنامج عندي هو فوتبول مونديال. تعقلوا على حسن بوطبسيل؟ ها ولد رونالدينيو بمدينه ريو دي جانيرو، عرفان وحبه للكره. هذيك كنت ديما تنتخيل بوطبسيل كي تيهضر في دارهم مع مراتو، عافاك فاطمه حطي داك الطاجين وخلي داك الشيء تنرطني، ما عندنا ما نديروا بهذ الهضره. كان تيلمون تيعجبني حسن بوطبسيل ديال مكراش، وكان تيقدم الاخبار ولا شي خبر فني كتخيلوا. اختي غيغاري غاري حذر يا اختي حذر، بهذه الكلمات اختتمت الدوديه مهرجان ميسور. واعر واعر داك السيد بزاف، فصيله تعقلوا على فصيله. ايامات كان عبد العالي انور مازال ما تعلم يهضر، كان غير لا لا لي لا لي، كان واقيلا قاطع الغام عن تيفي ولا ما عرف شنو، كان بحال معاقب تيقول لي غني لا 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 شنو هي ما عرفتيهاش تعاود لا لي لا. تحيه لعبد العالي انور ونتيفي اللي دوزوا بزاف هنا. كاين شي برامج في دوزام اللي انا ما كنفهموش بصراحه، بحال ماستر شيف. اش داك الفشوش كسكسو في الكاس من امتى؟ زعما ما برنامج طالع على زيتونه تحط في اليمين ولا في تحط في كلها زعما بلا ما تسا. دابا الا رديتو البال داروا ماستر شيف كيدز، وقريب غادي يديروا رشيد شو كيدز. انا عندي واحد الاقتراح، ديروا اخطر مجرمين كيدز. كاين برنامج تاع مختفون هنا، انا بغيت نكون تصفقوا بزاف حيت مختفون ساهم انه يلقى بزاف بزاف ديال الناس. تحية لدوزام على هذه القضية. غير هو شي مرات كاين شي وحدين كيدوزو ما كنفهمهمش. واحد انا مؤخرا شتو قال لهم تقلب على با امي واختي العائلة والدار، انت راهو ما كيقلبوا عليك، خاص دوزام تخرجك ديك عندهم. شد العابات هذا. عشنا مع دوزام بزاف وما يمكنش عاوتاني نساو التعليق ديال الكرة. عسو الاخ عسو، واش ما كيجيكمش ان عسو كينعس في التعليق؟ عرفتي كتحس بيه جالس كتسمع تسديده وهدف، عسو عسو فيق عسو فيق فيق، هدف جميل طبعا هدف جميل. واش تعقلوا على صميد غيلان كي كان؟ ما كانش لا لا حيا لا والو. شو دابا تبارك الله، شو ابتسام كي دايره. بعدا هنا تنختاروا دوزام، خاصنا نعترفوا ان في دوزام كاين الزين، بحال مثلا صباحية دوزام كيبان لك كلشي زوين، سميرة ليلى ليلى هذيك الاخرى ما عرفتش سمي، ولكن زوينة حتى هي، كلشي زوين تيهضروا في كلشي، حتى كيدخل نبيل العياشي، قطعوا الخبز قطعوا الماكلة قطعوا كلشي، ما تاكلوش علاش كتاكلوا؟ الله بارك. واش ما بغيتينا ما كرهناش نبيل العياشي ناكلوا الهواء ما ناكلوش، كيفاش ما تاكلوش؟ ياك كاينة الوليد، انا هضرت معاه على دوزام قلت له واش كتعقل على دوزام؟ تاثر الى دوزام شحال هذه راه كانت ديكودور ما عندوش ديكودور وتاثر ليا وكذا، حيت بصح دوزام شحال هذه ما كانش عند اي واحد، دابا ما كاين غير تفرج. والدليل اننا كاينه هذه القضيه وكلنا كنعترفوا بها، ملي ما تدوزوا الاذاعه حتى كدوزوا كتسمع ديك رجع لنا دوزام، كلشي تيتفرج دوزام، دونك تفرقات على دوزام. فوالا ما نقدروش ننكروا ان دوزام تستاهل هادشي. شو على الجمهور تبارك الله كي داير هادو، هو هاد الراجل هذا ما خليتش فين شفتو استوديو دوزام نسيم الحر كاع البرامج حضر لهم، دونك تصفيقات عليه دوزام اللي بغا كيجي. وعلى ذكر نسيم الحر، انا كنت تنفهم البرنامج ولكن راه كتجيب شي وحدين ما يمكنش يتصالحوا، كتجيب لك واحد داوليه الدار ومراته وموبا وكتقولي واسمح لي، ومع مسكينه ديك نسيمه الحر القلب الكبير تيقول لها هاني على قبلك انت. ولكن بصراحه ما فهمتش علاش الطبيب النفساني زعما ما واحد تيقول ليه انت السكيزوفرينيا ديالك مرتبطه بالبسيكول، ما فهمش هو هذا الشيء، عطي الارض ديالو وطلق بنادم. شاد الحماق هذا. وفي الاخير في الاخير باش نساليو هذه المعمعه هذه، بصح دوزام حضرنا بزاف ديال الحوايج زوينين فيهم، تفرجنا في برامج ضحكنا معاهم، تفرجنا في برامج بكينا معاهم. بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الاستقبال ديالكم وشكرا لكم. شكرا لك اسامه رمزي، شكرا لك اسامه، كنتمناو لك حظ موفق، برافو.